صراحة عشنا لحظات حزينة ولو بعد على الناس كلهم مات وكبرنا احنا في اوروبا شي معانا راه حنا كبرنا معاهم. وكيف كتشوف هذا التصريح ديال قاد البارح كيعبر على التلاقح؟ الحمد لله مرت في سلام في جو سليم، الأمانة وصلت لأصحابها لدرجة أنه يجي بحكم التزامات الكثيرة ديال العمل، فكان هو نائب عليه وحنا محمد السادس نصر الله. أنا سميتي أيوب تيك، كنعيش في إيطاليا، كبرت في إيطاليا وجيت هنا المغرب. جيت هنا المغرب حقاش الأخ نتاعي أمين تيك فكر باش يتعاون مع هاد الناس اللي مساكن ضروا في هاد الزنزال، والحمد لله الأمانة وصلت لهاد الناس وعشنا معاهم هاد اللحظات الحزينة، والحمد لله يعني شفنا حويج، شفنا ناس قربنا اليوم قلوبنا بالروح نتاعنا، وخا الباسبور نتاعنا احمر حنا الدم ديالنا مغربي. ونشكر بزاف خويا امين اللي ما قدش يجي حقاش كانوا عنده مشاكل في الخدمه. ونشكر بزاف ادم حفيد، اسامه كوبنهاغن، حياه فراس اللي حتى هما وقفوا وخذوا كاميوات وتعاونوا مع الناس ومشاو وعاشوا هاد اللحظات الحزينة معاهم. عندنا قناد الناس كينا معاهم وصافي الحمد لله. كيف لقيتوا الوضع ديال هذوك الناس مساكنين في الفجيعة؟ بصراحة هاد الناس ربي عطاهم واحد القوة، وهاد القوة غريبة حقاش كتشوف الناس محتاجين وما عندهمش لكن فرحانين. هذه الحاجة اللي كثر اثرت فيا. انتم شاركتوا من الحزن ديالهم والفاجعه ديالهم شاركتوها معهم؟ اي حاجه حسينا بهم وكلينا معاهم ومساكن الدار الكبيره كل واحد بغاو يدابزوا باش يخليونا نباتوا عندهم، بغاو يدابزوا باش يوكلونا، كل واحد يجي برار ديال اتاي. بصراحه الناس اللي كرماء بزاف. كيف جاتك المبادره ديال المغاربه اللي داروا خارج داخل وخارج ارض الوطن، يعني قاموا بهذه المبادره الانسانيه تعاونوا مع خوتهم المتضررين؟ كنظن بلي هذه المساله هذه بينات العالم بلي المغاربه فيهم رجال، بلي الحمد لله حنا رجال وبلي حنا موحدين مع بعضياتنا وبلي كنبغيو بعضياتنا. معكم رشيد اللوش، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين. تكلموا على هذه المبادره الانسانيه اللي درتوا للناس المتضررين بهذا الزلزال. اولا يعني نبدا الكلام ديالي اولا بالعزاء ديال الضحايا اللي توفوا في هذه الفاجعه وهذه الكارثه الطبيعيه اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى، وايضا نتمنوا الشفاء العاجل لجميع الجرحى اللي كاينين دابا في المستشفيات. باش نتكلم لكم على هذه المبادره، الحمد لله ان وقيت اللي وقع الزلزال وكما قلت اننا تصدمنا كيف تصدموا جميع المغاربه. ارتأى الاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين انه ضروري يشارك في هذه الوقفه اللي وقف جميع المغاربه من الشمال الى الجنوب من اجل يعني مد يد العون لاخواننا المغاربه اللي ضربهم الزلزال في اقليم الحوز وترودانت وورزازات وشيشاوا. يعني فتحنا الباب التبرعات وايضا تواصلنا مع الناس اللي كنعرفوهم من اجل تنظيم قافله للتضامن مع هؤلاء، والحمد لله انه جاء استجابة فورية من السي أمين تيك وأيضا أخوه السي أيوب تيك اللي هما بالديار الإيطالية، وكانت يعني المشاركة ديالهم ليا كبيرة وكبيرة بزاف من المواد الغذائية. والحمد لله أن الاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين وقف على كل ما يخص تنظيم هذه الحملة باش توصل هذا يعني هذه الحملة التضامنية للناس اللي هما كيستحقوها من ضحايا منكوبي الزلزال الحوز. والحمد لله اننا قمنا بالتنسيق مع السلطات، لا في السلطات هنا بالدار البيضاء انفا وايضا بالسلطات في الاقاليم المنكوبه، وكانت العمليه ناجحه وناجحه جدا، وكما قلت ان وصلت هذه العطايا للناس اللي كيستحقوها. باسم الاخ امين تيك سيد امين باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.